أنا حسن أفراح، أمارس رياضة كروسفيت لأربع سنوات. طموحي أكون شخص رياضي وأطور من قدراتي الجسمانية عن طريق الكروسفيت. كالعادة بحثت في الإنترنت عن الرياضة تقدر تطورني توصلني للأهداف اللي أنا بيها. الهدف كان جداً بسيط، أني أخفف وزن وأطور مستواي في الرياضات، زيادة الكتلة العضلية، انقاص الوزن وزيادة اللياقة. حققت أهدافي اللي كتبيها عن طريق الكروسفيت. لقيت في مجتمع الكروسفيت الاهتمام والتحفيز اللي ما لقيته في رياضة ثانية.